يمكن من ساعة الإفطار. بارك الله في جهودهم وفي جهود الجنود المجهولين من مؤسسة الشارقة للإعلام الذين يبذلون جهودا كبيرة لنقل هذه التظاهر الإيمانية، خاصة وأن الأجواء هنا حر شديد ونسبة الرطوبة مرتفعة، لكن في ميزان الحسنات والله يتقبل من الجميع. اللهم اجعل هذا الصيام صياما مقبولا وإفطارا هنيا، ولا تنسوا أنفسكم وإخوانكم من الدعاء، فالمسلم عند فطر الدعوة لا ترد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات، واترككم الآن مع مدفع الإفطار.